شوفي الحرمه الحرمه اللي على حق ربنا اللي من بطن البقره ولا فم الخليج ولا السيده بتبقى ست حاجه كده غير اللي انت عاملاها دي خالص. احسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عبايه سودا على جدتك بقيتي واحده مننا ولا حاجه. وانا ابقى واحده منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا انا شويه وماشيه ومش عايزه خالص ابقى بيئه وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده؟ يا اختي صلي على النبي كده وانت عامله زي الرقصة على السلم. لا انت محصله من تزوت ولا عارفه تبقي بنت بلد. ماشي وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسوره؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه هاتي اصبع الرشدة. الروج يعني؟ ايوه هاتي اهو. بص اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه. لا ادهني بزمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحناتك. اوريكي ازاي. استنى شوف. ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه. خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس؟ مش خلاص تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص شايف البودره دي؟ دي بقى تسيبك منها خالص. دي اختراع فاشل ملوش لازمه. الكلام ده ما بيجيبش همه. هو نفس الصوبة تلياتي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو يوم الاحمر يبان في سحنتك. تلياتي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا مرضش حريم الحاره كلها. يكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصره هاتي ده هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو تبقى عامله زي عين البقره. ماشي بقره. اه ولو عرفت تضرب شعرك اكسجين اضربيه بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر. بحط هايلايت وخلاص. ايه بقول لك ايه اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده ما تقفليش بقك كده وتدميه كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي اختي اشوف. لا ما ينفعش كده اهو تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي. لا اشوف برضك. لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى لو حد زود معاكي بالكلام هبي فيشه زي بابور الجاي قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده. انا مش عايزه الزفت ده. هاتي غيره هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدرس. لا بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يوم يتجقوا ثم ما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فارده ظهرك كده وجسمك مرسوم. تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق. نظام ايه؟ شوق ولا تدوق. ها ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس تبقى واخده شبشبك من رجلك على ايدك كده على طول. الرجاله ماتوا في الحرب مفيش حاجه هتحميك الا دراعك. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده هتتعلمي. خد شبشب. لا ما انا مش عايزه ده. امسكها بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني استني هاتي ايدك. ليه اجيب ايدك؟ خلاص اعمليها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا انت ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك. انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه. مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا. انا برحل في حسي بقالي بقى ساعه. ما تولعي. حتمت يا سارة؟ أيوة حضرت الفلوس يا دكتور. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ فلوس الورق اللي قلت لك عليه 5 مليون دولار. أنا معيش المبلغ ده ومش عايز الورق اللي معاك. الورق اللي معايا
يهمك ويهم ناس حبايبك قوي. دي مسألة حياة وموت ليك والناس كتير، واللي انا طالبه ولا حاجة جنب اللي معايا. اول حاجة تقولي الورق ده فيه، ولو انا مهتم بيه لازم تديني شوية وقت عشان جمع لك المبلغ اللي انت شايف ايه. اول هام تديني 100,000 جنيه عشان اقول لك الورق ده فيه ايه. ماشي، قولي ازاي وامتى. احدد لك المكان والزمان وابلغك بيهم يا دكتورة. ادخل. نادر يا نادر، ايه اللي انت عامله ده؟ ابو طالب بيه والبشمهندس طارق عايزينك، قلت لهم ان انت نايم قالوا لي لا ندخله. دخليه. ادخله هنا؟ ايوه هنا، ايوه هنا. الله، وانا غريب ولا ايه؟ طيب عايز حاجه؟ شكرا، انا اذنكم. اتفضلي. شوف بقى نادر، انا اذا كنت انت عاوز تدمر حياتك انت حر، انا ما اسمح لكش انك تدمر حياه بنتي هايدي. واحنا مش خلصنا كلام في الموضوع ده قبل كده ولا ايه؟ وانا مش قلت لك مش هكمل في القضيه دي؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ رحنا المحامي تاني، المدام هربانه ومطلوبه، ما ينفعش توكل محامي تاني. وبعدين احنا ما نعرفش حد غيرك، وهي كمان ما تعرفش اي محامي تاني. وبعدين ما يصحش انك تتخلى عننا في لحظه زي دي بالبساطه دي. اسمع بقى نادر، انت قاعد بتتدلع واحنا صبرنا عليك كتير، واحنا مش نايمين على ودنا، احنا مصحصحين قوي. وبعدين سكت، انت محامي وبتفهم في القانون، فانا مهندس وبفهم في المعادلات والمقدمات والنتائج، ووضعك ده مش مريح بالنسبه لي، وانا عمري ما استريحت لك. خلاص خلاص يا نادر. خلاص ايه يا عم، ده عبي حاشش. يعني انت دلوقتي هتكمل القضيه ولا هتسيب هايدي تتحبس؟ انا عايز اقول لكم على حاجتين مهمين. هايدي مش هتتحبس، طول ما هي هربانة مش هتتحبس، إلا بقى إذا سلمت نفسها أو اتقبض عليها. تاني حاجة والأهم، أنا كمحامي بقولك أنت لو جبت لها ساحر مش بس محامي، برضو القضية لبساها لبساها ومفيش أي مخرج قانوني. احنا نجيب ساحر منين بقى؟ احنا يعني هتكمل القضية ولا لا؟ لا قلتلك يا عمي ما تضيعش وقت معاه، هايدي كان معاها حق. اسمع يا نادر، اعتبر الحرب بقت بيني وبينك، وانت ما تعرفش طارق السنهوري لما بيحارب. بقول لك يا طارق سنهوري، ايه ما تاخد نفس تهدي نفسك بيه شويه. مش كده يا اختي، المرايات كلها مجيره، النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه، بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقول لك ايه، بيروح الراجل بتاع الكريمات وليه الكريم ده خلص، عايزين منه تاني. اوعي تنسى، كملي. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر؟ لسه فاكر قلبي يدي. اخلص يا هيمه، عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخويا، ما تروح تحلق، غلطان في العنوان يا حبيبي، هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيمه، هتطفش النسوان اكتر ما يطفشان، يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت انت بحلق للراجل؟ قولي لهم خطيبي وبحلق له، وانا غريب؟ اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. بتبطل دلع بقى وتقول عاوز ايه؟ وايه المشكله لما تدلع عليكي؟ انا عاوز حلاقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك والبنات تقعد تبصبصلي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قافشه ولا ايه؟ شوف يا هيمة، انت طول عمر دبلتك في ايدي ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط، بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي وجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبداكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداكي يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. وجعني يا هيمة، وجاني عشان بقتش عارفه اريحه من ناحيتك، ما عدتش مأمنالك، مش مطمنالك كده، حاسه ان في اي وقت هتجيب سكينه تلمى وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد مال عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها. يا سلام. يا خلاص يا راجل، في ايه يا وليه؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ايه الولية المجنونه دي؟ فضحتنا. أنا عمري لا حبيت ولا أحب حد زيك يا كوريا.